سالم ده سالم. في حد يخبط كده يا اخي؟ انت عايزاني اعمل لك ايه يعني يا زو زو؟ مش لطعني في الشارع يجي نص ساعه وانا ما بحبش اللطعه في الشارع يا زو زو. ايه خايف تتعاكس ولا ايه؟ لا حقهم حقهم انهم يعاكسوك النهارده بصراحه. ايه حلاوه دي يا سلوم؟ ايه اللون البنص الجميل ده والقميص القمر ده والحركات دي؟ بتتريق عليها صح صح؟ لا والله العظيم لا والله العظيم ده قمر وحياة ربنا. طب اقول لك ايه يعني؟ مش عيب يا زو زو تلطعيني كده في يوم عيد ميلادي؟ يا وي سلام يعني دلوقتي بقى عيد مش كنتش عايز تنزل في عيد ميلادي ومش قادر في عيد ميلادي؟ يلا يلا خلينا نبص، كنت عايزه اشحن بس الموبايل لانه على شعره خلاص، شويه كده وناخده وننزل. لا 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 الموبايل ايه؟ مفيش وقت، يلا بينا بقى انا زهقت. طب بلاش، ممكن اجيب مفتاح العربيه طيب؟ لا 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 مفتاح العربيه في عيد ميلادي انت عايزاه يبقى ذكرى يوم مولدي؟ لا انا ما انساش رحله المغامرات اللي عملتها معاك في العربيه. بقول لك ايه ناخد تاكسي احسن، مش عايز اموت ناقص عمر انا. يا دي النيله على الالفاظ، في ايه يا عم النهارده عيد ميلادك؟ على العموم بص انا همشي على مزاجك. ماشي ماشي. عارفه يا زو زو انت الوحيده في الدنيا دي اللي بتفتكر يوم عيد ميلادي، كلهم بينسوا كلهم بينسوا الا انت. ليه قلبت على بدر لاما كده يا حبيبي؟ ليه 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 الحزن والقهر ده؟ فرفش انبسط، النهارده عيد ميلادك. ما عشان هو عيد ميلادي عايز افضفض، عايز اطلع اللي انا كاتمه في قلبي بدل ما طق اموت بسببه. لا 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 كده الملف السعد عيب عليك، عيد ميلاد ما حدش يقول الالفاظ دي في عيد ميلاده ابدا. يلا بينا. طب هنروح على فين؟ لا هقول لك لما نوصل، بس ممكن اجيب شنطتي؟ شنطتك بس؟ ايوه بس. اه ممكن. ايه رايك بقى في المفاجاه الحلوه دي؟ مفاجاه مفاجاه فظيعه. هي فين المفاجاه اصلا؟ ايه يا سالم انت متضايق اننا قاعدين لوحدنا؟ متضايق؟ لا بالعكس ده انا مبسوط جدا، ده انا اصلا كنت قلقان لتقول لبقيه الشله. لا ما هو طبيعي يوم عيد ميلادك يبقى فيه تورته هدايا كده. انت اجمل هديه من المولى ليا، انت كفايه عليا يا زوزو. ايوه بس هما كان نفسهم يعني يحتفلوا بعيد ميلادك معاك. نفسهم ولا من نفسهم؟ احسن ان هما جوز دول بقى بايخين قوي. وبعدين انا متعود اقضي عيد زفت ده لوحدي مع نفسي كده. بقول لك ايه كل حي فيه اللي مكفيه، وهم اصلا طلعوا قلالات القصر. لا يعني عره شله عره دول ما عبرونيش لما عملت الحادثه ورجلي اتخربت، ما حدش فيهم سال عليا. يا ساتر تقول لي شله شله؟ لا دي شله ملهاش اي عذر. والله انت انت ايه حاله العصبية اللي جت في لا انت اصلك بتعك. هما ورايا؟ مين فيهم؟ كلهم؟ لا والله كلهم؟ طب ايه العمل دلوقتي؟